السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا سلسلة التعليم الإلكتروني بجامعة الزاوية بكلية هندسة النفط والغاز، ومادتنا اليوم سوف تكون بعنوان Enhanced Oil Recovery تحت رقم BTE 510 بقسم الهندسة النفطية. طبعا الساعات الدراسية لهذا المقرر هي 48 ساعة. إعداد كل من الأستاذة المادة الأستاذة أمان كويديخة وبمساعدة المهندس مهاب عبيد. نبدأ الآن على بركة الله بالمراجع الرئيسية لهذه المادة. هذه هي الكتب والمراجع التي تم الاستعانة بها في إعداد هذا المنهج والتي يمكن الاطلاع عليها، وذلك للحصول على العديد من المعلومات الإضافية حول Enhanced Oil Recovery، وهي طرق الاسترداد الإضافية في الهندسة النفطية. أولا لدينا توزيع الدرجات الخاص بهذا المقرر. بالنسبة لتوزيع الدرجات فسوف يكون كالتالي: بالنسبة للواجبات فسوف تكون 15% بالإضافة إلى الاختبارات البسيطة، وبالنسبة للاختبارات الشهرية سوف تكون 25% من الدرجة الكلية المقرر، ومن ثم سوف يكون لدينا 60% على الامتحان النهائي ليكون المجموع 100% وهو 100%. نأتي الآن إلى المواضيع الأساسية التي تتناولها هذه المادة. سوف نقوم بدراسة العديد من الأمور التي لها علاقة بكيفية استخراج النفط وزيادة كفاءة الاستخراج، وذلك لأنه سوف يتم التركيز على الطرق الثلاثة الرئيسية لاستخراج النفط، وهي البرايمري ريكفري والسكندري ريكفري والتيرشري ريكفري، وأيضا كيفية الاستفادة من التيرشري ريكفري، وذلك لاستخراج جميع الكميات الموجودة في باطن الأرض، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من طرق الانهانسد أويل ريكفري من أجل زيادة كمية الاحتياطي النفطي الذي يمكن استخراجه من باطن الأرض، وأيضا زيادة كمية الريزيرف. نبدأ الآن على بركة الله بالمقدمة العامة لهذا الموضوع. طبعا يعتبر الوقود الأحفوري من أهم مصادر الطاقة في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن هذا المصدر يعتبر من مصادر الطاقة الغير متجددة، إلا أن له استعمال واسع في العديد من المجالات الصناعية، بما في ذلك استعمالات الغاز الطبيعي والنفط الخام الذي يتم الحصول على العديد من المشتقات منه، بما في ذلك البنزين والكيروسين والديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الصناعية الأخرى مثل صناعة البلاستيك وصناعة مستحضرات التجميل وصناعة المواد البوليميرية وغيرها من المواد الأخرى التي يدخل النفط الخام في تركيبها. لهذا يعتبر النفط الخام من المواد ذات الأهمية الاقتصادية العالية في هذا العالم في الوقت الحالي. وطبعا بالنسبة للعالم بصفة عامة، فإن حوالي 85% من دول العالم تعتمد على الصناعة النفطية بدرجة كبيرة في اقتصادها، بالإضافة إلى أن حوالي 32 بليون برل بريال، وهي عبارة عن 32 مليار برميل من النفط، يتم استهلاكه سنويا وذلك عالميا. وأيضا فإنه من المحتمل أن ينمو الطلب العالمي على المحروقات في 20 سنة القادمة، وذلك نتيجة لزيادة الكثافة السكانية وزيادة طرق المواصلات وأيضا زيادة الطلب على الطاقة. طبعا تعتبر طرق الانهانسد اويل ريكفري من الطرق الاقتصادية، وذلك من ناحية التكاليف، وذلك لأنه أثناء عملية الاستكشاف يوجد لدينا خياران رئيسيان. الخيار الأول هو تطبيق طريقة الانهانسد اويل ريكفري على المكامن النفطية الموجودة مسبقا، والخيار الثاني هو ترك المكمن النفطي بدون أي عمليات تحفيز إضافية والبحث عن أماكن جديدة يتواجد بها النفط. ولكن تعتبر عملية البحث عن أماكن جديدة تحتوي على النفط غير مضمونة، وذلك لأن الصناعة النفطية لا تستطيع ضمان وجود استكشافات جديدة، بينما يفضل التركيز على الأماكن التي يوجد بها النفط والتي تم الإنتاج منها مسبقا. لهذا فإن تحفيز المكامن النفطية التي انخفض إنتاجها يعتبر أفضل من تركها والبحث عن أماكن جديدة. وأيضا فإن الاستكشافات الجديدة توجد في أماكن صعبة الوصول أو في البيئة البحرية، لهذا فإنها تعتبر عالية التكاليف. وأيضا فإن معظم الكميات النفطية يمكن إنتاجها ذلك بطرق غير تقليدية، وهي ما تعرف بـ unconventional resources، بما في ذلك صخور الطين
التي توجد على السطح أو غيرها من مصادر أخرى التي يمكن استخراج النفط منها، ولكن بطرق غير مباشرة. وكل هذه الطرق تعتبر مكلفة مقارنة بالحفر العادي على المكامن النفطية واستخراج النفط. لهذا السبب فإن استعمال طرق الانهاست أو الريكفري للأبار الموجودة مسبقا يعتبر أفضل من البحث عن مصادر جديدة للنفط والغاز. وهذا الشكل يوضح دراسة تم إجراها في سنة 1993 توضح المقارنة ما بين كمية النفط الموجودة في العالم والمتبقي والتي تم إنتاجها والريزيرف وهي الاحتياط الموجود في باطن الأرض. نطلع إلى مراجعة عن أنواع الأويل برودكشن وهي الفئات الرئيسية الخاصة بالمكامن النفطية الخاصة بمكامن النفط. طبعا كما نعرف يوجد ثلاثة مصطلحات رئيسية تصف الأماكن التي يتواجد فيها النفط والغاز في باطن الأرض، وهي الريزرفوار والفيد والبول. حيث أن الريزرفوار هو المكان الذي يحتوي على صخور بها مسامير ونفادية ويتم تخزين النفط والغاز بداخله، ويحتوي فوقه على طبقة غير نفاذة من الصخور تعرف بالكاب روك. ويعتبر المكمن النفطي من الأماكن الشائعة للانتشار في هذا العالم والتي تحتوي على النفط والغاز بداخلها، بالإضافة إلى الفيلد وهو الحقل، وهو عبارة عن مساحة كبيرة تحتوي على ريزرفوار واحد أو أكثر من ريزرفوار في نفس المنطقة، وبالتالي تكون لها نفس الخصائص البتروفيزيائية ونفس الخصائص الصخرية. وبالنسبة للبول هي عبارة عن منطقة تحتوي على ريزرفوار أو أكثر من ريزرفوار، ولكن هذه الريزرفوارات تكون معزولة عن بعضها البعض في عدة تكوين، بحيث كل تكوين بداخل الريزرفوار يختلف عن التكوين في الريزرفوار المجاور له. وأيضا يمكن تصنيف المكامن النفطية إلى ثلاثة تقسيمات رئيسية، وهي الأويل ريزرفوار والكوندنسيت ريزرفوار والغاز ريزرفوارز، وذلك اعتمادا على نسبة الغاز أويل ريشيو. حيث أنه عندما تكون نسبة الغاز أويل ريشيو أعلى من 100,000 ستاندرد كيوبيك فيت بير اس تي بي يسمى بالغاز ويل، وعندما تكون نسبة الغاز أويل ريشيو محصورة ما بين 5,000 و 100,000 SF على STB يسمى كوندنسيت ويل، وعندما تكون نسبة الغاز أويل ريشيو أقل من 5,000 SF لكل STB يسمى أويل ويل. وطبعا تتم عملية الإنتاج وذلك باستعمال البرودكشن ويلز وهي الأبار المنتجة. وبالنسبة للأبار المنتجة فإنها يتم حفرها وذلك من السطح إلى المكان الذي يحتوي على النفط والغاز وهو ما يعرف بالمكمن النفطي، من أجل استخراج المصادر الطبيعية للطاقة وهي النفط والغاز من باطن الأرض إلى السطح بطريقة اقتصادية، وذلك الاستفادة القصوى من هذه المصادر وتحويلها إلى مشتقات نفطية لاستعمالها فيما بعد في العمليات الصناعية، بما في ذلك عملية تصنيع البنزين والكيروسين وباقي أنواع الوقود لاستفادة منها في عملية المواصلات العامة أو لتحويلها إلى منتجات مفيدة. بالإضافة إلى أن البرودكشن ويلز تقسم إلى العديد من الفئات، أول هذه الفئات هي الفولوينج ويل. يوجد أنواع من البرودكشن ويل تنتج بطريقة طبيعية، وبالتالي يتم تسميتها بالفولوينج ويل أو الناتشورالي فلو ويلز، وهي عبارة عن أبار تنتج بطريقة طبيعية، وذلك منذ لحظة إنهاء حفر هذه الأبار وحتى نفاد الطاقة الخاصة بالمكمن النفطي في هذه المنطقة التي تحتوي بها هذه البير، ومن ثم سيتم استعمال الطرق الثالثية أو الطرق التنوية وذلك من أجل تحفيز الإنتاج. بالإضافة إلى الارتفيشال جاز ليفت سيستم، هذا النوع من الأبار يتم فيه تحفيز الإنتاج وذلك عن طريق طرق رفع الصناعية، بما في ذلك طريقة الجاز ليفت أو طريقة الإلكتريكال سبميرسيبل بامب، وذلك لأن الضغط في أسفل البئر غير كافي، وذلك من أجل رفع الإنتاج إلى السطح. لهذا يتم استعمال إحدى طرق الرفع الصناعي وذلك من أجل رفع الإنتاج. بالإضافة إلى البامبينج يمكن استعمال المضخات مثل مضخة السجر رود بامب أو مضخة الإلكتريكال سبميرسيبل بامب أو مضخة الشيب أو مضخة الجيت بامب، وذلك من أجل رفع الإنتاج إلى السطح. أيضا لدينا Intermittent Production وهو عبارة عن الإنتاج المتقطع، وفي العادة يتم باستعمال الغاز ليفت. نأتي الآن إلى تعريف الريزيرف. طبعا الريزيرف هو عبارة عن الكمية الخاصة بالهيدروكربون الموجودة في باطن الأرض والتي يمكن استخراجها إلى السطح،
وطبعا تعتبر دراسة الريزيرف أحد أهم الدراسات، وذلك من أجل معرفة هل العملية اقتصادية أو لا. ويتم معرفة الريزيرف بالعديد من الطرق، أحد أهم هذه الطرق وذلك باستعمال طريقة الماتيريال بالانس كما وضح أمامكم. بريزنت ريزيرف وهو الاحتياط الحالي يساوي الباست ريزيرف وهو الاحتياط السابق، أي كمية النفط السابقة الموجودة في المخزن النفط والتي يمكن استخراجها، زائد الاديشنال تو ريزيرف وهي الكميات الاحتياطية الأخرى التي يمكن الحصول عليها مطروحة من البرودكشن فروم ريزيرف وهي الكمية التي تم إنتاجها مسبقا، وذلك للحصول على الكمية الحالية المتبقية. طبعا بالنسبة للاديشنال تو ريزيرف يقصد بها الفئات الرئيسية التي تتحدث عن الأماكن التي تحتوي على معلومات إضافية، بما في ذلك discovering a new fields، وذلك من أجل زيادة احتياطيات النفط يجب استكشاف حقول جديدة وأيضا استكشاف ريزرفوارات جديدة وهي مكامن نفطية جديدة، بالإضافة إلى إجراء استكشافات جديدة في المنطقة التي تحتوي على مكمن نفطي والتي يتم الإنتاج بها. أيضا لدينا إعادة دراسة الاحتياطات النفطية وأيضا إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك لأن الحالة الاقتصادية لبيع النفط الخام تتغير من فترة لفترة أخرى، وذلك للمحافظة على الكمية الموجودة في باطن الأرض وذلك على حسب السعر، حيث أنه بطبيعة الحال عندما يزداد سعر النفط يتم زيادة كمية الإنتاج وذلك من أجل زيادة الأرباح والعكس صحيح. وبالنسبة لتعريف الريزيرف فهو عبارة عن جميع الكميات النفطية التي توجد في باطن الأرض والتي يمكن استخراجها والاستفادة منها. وأيضا يوجد بعض الضوابط وذلك من أجل تعريف قيمة الريزيرف وذلك على حسب المنظمة العالمية للبترول وهي Society of Petroleum Engineering، حيث أن الريزيرف هو عبارة عن الكمية التي يمكن استخراجها من باطن الأرض وذلك عند ظروف اقتصادية والتي يمكن التحكم في البرايس والتاكس والكوست الخاص بها وهي تكلفتها وهي سعرها والضرائب الخاصة بها وتكلفتها. بالإضافة لأن يوجد ثلاثة تصنيفات رئيسية للريزيرف وهي البروفيد والبروبابل والبوسبل، حيث أن البروفيد هو أكثر الأقسام أهمية، والسبب في ذلك هو أن البروفيد هو الكمية المثبتة والبروبابل هو الكمية المحتملة والبوسبل هي الكمية التي من المحتمل أن تكون موجودة وهي أقل تأكيدا من البروبابل، حيث أن البروفيد ريزيرف هي عبارة عن الكميات التي على أقل تقدير فإن حوالي 90% منها سوف يمكن استخراجه، بالإضافة إلى أن هذه الكميات يتم معرفتها ذلك عن طريق اختبارات الآبار وجمع العديد من المعلومات الخاصة بهذه الأمور، ويتطلب الأمر العديد من المعلومات الخاصة وذلك من أجل تأكيد هذه الكمية وأيضا من أجل توثيق قيمة هذه الاحتياطيات كبروفيد ريزيرف. وأيضا يتم تقدير قيمتهم وتتغير القيمة مع الزمن وذلك نتيجة عملية الاستخراج. نأتي الآن البروبابل اند بوسبل ريزيرف. بالنسبة للبروبابل والبوسبل فإن قيمتهم تكون عالية ولكنها غير مؤكدة وذلك لضعف المعلومات الخاصة بكيفية استخراجها، وبالتالي فإن القيمة اللي يعتد بها بينما القيمة المعتد بها هي قيمة الأكتوال، ولكن تعتبر هذه القيم مفيدة وذلك من أجل التنبؤ بالإنتاج المستقبلي والكمية المستقبلية الموجودة في باطن الأرض، وطبعا يتم حسابها وذلك في الآبار الاستكشافية من أجل نجاح نسبة الاستكشاف، وأيضا فإن هذه الحسابات الخاصة بالبروبل والبوسبل تعتبر غير معتد بها مقارنة بالأكتوال. والسبب في ذلك هو تغير ظروف الإنتاج، وبالتالي فإن البروبل والبوسبل ريزيرف سوف تتغير مع الزمن. نأتي الآن إلى الفيز بيهيفير. بالنسبة للفيز بيهيفير يقصد به سلوك الغاز من طور إلى طور آخر وذلك على حسب التغير في الظروف المكمنية. كما نعرف بأن النفط الخام عبارة عن مائع يحتوي على خواص رئيسية بما في ذلك الكثافة واللزوجة والضغط الشعيري وما غيرها من الخواص الأخرى، وهذه الخواص تتأثر بكل من الضغط ودرجة الحرارة، لهذا يجب التركيز على كتابة المعادلة العامة على المعلومات الأساسية للفيز بيهيفير، حيث أن الفيز بيهيفير يتحكم فيه ثلاث متغيرات رئيسية
وهي ال P وال V وال T Pressure Volume Temperature. طبعا بالنسبة للريزفوار هيدروكربون فلويد تايب هو يمثل النوع الخاص بالهيدروكربون الموجود في المكامن النفطية. في يوجد العديد من الأنواع. أول هذه الأنواع هو النون فوليتل أويل. ثاني هذه الأنواع هو الفوليتل أويل. ثالث الأنواع هو كوندنسيت غاز بالإضافة إلى الويت غاز والدري غاز. هذا الشكل موضح أمامكم يوضح الكريتيكال بوينت بالإضافة إلى الكريتيكال تمبرتشر والكريتيكال برتشر الخاصة بكل غاز أو كل ماء من المواد الخاصة التي يتم دراستها في هذه المادة. طبعا كما تلاحظون أن هذا الشكل الموضح أمامنا يعرف بالفيز دايجرام، وهو في العادة عبارة عن علاقة ما بين الضغط بريشر على محور واي والتمبرتشر على محور اكس، ونقطة التقاطع ما بين التمبرتشر والبريشر التي تم إعطائها تعطينا نوع الماء أو نوع الحالة الخاصة بالماء، هل هي ليكويد أو فيبر أو ميكتشر كما تلاحظون. هذا الشكل يوضح التقسيمات الخاصة بأنواع الفلوس وذلك على حسب الغاز أو الريشو. حتى لدينا الويت غاز والكوندنسيت والفولتل أويل والنان فولتل أويل والهيفي أويل والتار، وهذه قيمة خاصة بالغاز أو الريشو بالإضافة للبي جرافتي والغاز جرافتي لكل قيمة من هذه القيم. نأتي الآن إلى الفيز ديجرام الخاص بالفلوت بيهيفير وذلك في الدري غاز ريزرفوارز. هذا هو الشكل المميز الخاص به، هو علاقة ما بين البريشر والتمبرشر، وهذه هي الكريتيكال تمبرشر أو الكريتيكال بريشر في نفس الوقت. بالإضافة إلى الفيزيوغرام الخاص بالبلاك أويل وهو موضح أمامكم، وهو عبارة عن علاقة ما بين البريشر والتمبرشر، وهنا لدينا المسار الذي يتبعه النفط الخام وذلك التحرك من حالة إلى حالة أخرى، وهي تمثل قيمة الضغط حيث لدينا الضغط ثابت ودرجة حرارة متغيرة والحجم متغير عند هذه النقطة. نأتي الآن إلى تصنيفات الهيدروكربون. لدينا الكرود أويل وهو عبارة عن خليط مواد هيدروكربونية ومواد غير هيدروكربونية موجودة في باطن الأرض ويكون سائل في درجة حرارة السطح، بالإضافة إلى الناتشورال غاز ليكويدز وهي عبارة عن سوائل الغاز الطبيعي. هذه السوائل يتم ضغطها وذلك في صورة LNG وذلك في الصورة السائلة وذلك من أجل نقلها مكان إلى مكان آخر مثل الإيثان والبروبان وغيرها من الغازات الأخرى التي يتم ضغطها وتحويلها إلى السائل وذلك من أجل سهولة نقلها. لدينا الناتشورال غاز. بالنسبة للغاز الطبيعي هو عبارة عن خليط من غازات هيدروكربونية وغازات غير هيدروكربونية، وهي عبارة عن شوائب مثل غاز كبريتيد الهيدروجين وغاز CO2 بالإضافة إلى غاز الأمونيا وغيرها من الغازات الأخرى. النوع الأول هو النون أسوسييتد غاز. في هذا النوع من المكامن النفطية يكون الغاز متحرر من النفط ويتواجد كطبقة على النفط الخام. النوع الثاني هو الأسوسييتد غاز، بحيث أن هذا النوع من الأنواع يكون لدينا غاز كاب كبير. بالإضافة إلى الديزولفد غاز في هذا النوع يكون الغاز دائما في السائل. بالإضافة إلى إنجكتد غاز في هذا النوع يتم حقن الغاز من السطح إلى أسفل البئر وبالتالي يختلط مع الغاز من أجل زيادة الضغط الخاص به ليتم استخراجه فيما بعد وتصفية الغاز من النفط ويتم ضخ الغاز فيما بعد. وبالنسبة للأويل ريزيرف، فلما تكون قيمة الريزفوار تمبرشور وهي درجة حرارة داخل الريزفوار أقل من الكريتيكال تمبرشور وهي درجة حرارة الحرج الخاصة بالماء، فبالتالي فإن هذا الريزفوار هو عبارة عن أويل ريزفوار. أول تقسيمات مكامن النفط الخام هو الأندر ساتوريتد أويل ريزفوار، يطلق على المكمن النفطي بأنه أندر ساتوريتد أويل ريزفوار وذلك عندما تكون قيمة البي آي أعلى من قيمة البابل بوند. وبالنسبة للساتوريتد فعندما تكون قيمة البابل بوند متساوية لقيمة البي آي فبالتالي يسمى ساتوريتد أويل ريزرفوار. وبالنسبة للغاز كاب ريزرفوار وذلك عندما تكون قيمة الأويل فيز صغيرة جدا ويكون معظم الغاز متحرر. وهكذا نصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم. شكرا لكم على حسن استماعكم ونلتقي في المحاضرة التالية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.